نبدأ ساعتنا الثانية بالعودة إلى فقرة العباية، مهمة الإبداع أروع عباية. راح نتعرف الآن على المتسابقات الأربع الأخريات، ولكن أرحب من جديد بلجنة التحكيم المصممة أمل مراد. صباح الخير من جديد، يعني ما صار لنا وقت كثير. أيضا السيدة ميرفت رئيسة تحرير مجلة حراير، صباح الخير من جديد. سمية السويدي، الحين بعد شوي راح نعرف منك على المهمة، ولكن خلونا نتعرف على المتسابقات الأربع اللي معنا. نبدأ فيك. مع أنا سارة الرفاعي من سوريا. فرصة سعيدة. علا الخطيب من لبنان. موسى محمد من الإمارات. هدى الرعي من المغرب. أوكي. ما شاء الله، يعني أغلب المتسابقات، ثمان متسابقات، ولكن مختلف يعني بقاع الوطن العربي. قبل ما نعرف المهمة من سمي، بدي أسألكم سيدة ميرفت وسيدة أمل بشكل عام الأجواء خلف الكواليس. يعني احنا راح نعرض المختصر المفيد في صباح الخير، لكن كيف راح تكون الأجواء؟ هل يوميا راح يجون إلى معمل معين يشتغلون كل واحدة في بيتها؟ لا أكيد طبعا، في عندنا مصنع متوفر لهم، وفرنا لهم، وراح يكون في متابعة مني معاهم، وطبعا راح يكون في ريبورت أن نخبر حتى الباقين شو كان خطوات العمل اللي هم قاموا فيها، هم متابعتهم حتى للتصميم، يعني هل هم متابعين للتصميم، هل هو يطابق مواصفات اللي ضيفتنا طلبتها. نعم. يعني كل الأشياء بتكون ضمن مثل ما نقول المواصفات اللي راح تدخل في بالضبط تحديدا للفايز ان شاء الله. نعم. المعايير بشكل عام، هل راح على الموهبه تركزون ولا على التقنيه، يعني في الشغل الصح؟ حتحمل جانبين، لانه بهمنا ايضا المتسابقات يكون عندهم خلفيه كافيه عن العبايه، ويكون عنده نوع من المتابعه، لانه مثل ما حضرتك ذكرت انه مختلف اذا بدك الدول العربيه، لانه بمثل هالحاله هو عم يتصمموا عبايه، بس كل وحده منهم عم تحمل ثقافتها. صحيح. عم بتم اضافتها للعبايه، وهي طبعا اضافه للمسابقه بحد ذاتها. حين وصلنا الى يعني الشيء الاهم تقريبا في المسابقه، هي المهمه، وراح يتعرفون عليها الاربع متسابقات الموجودات معنا، والأربع أيضا اللي قاعدين يطالعوننا من بعيد من خلف الكواليس ينتظرون أنهم يعرفون منك المهمة. تفضلي سمي. وهو صراحة غير أن أنا مصممة أزياء، بعد أنا فنانة تشكيلية وأرتب معارض فنية. حلو. في أبوظبي، مش بس أبوظبي، بس anyway في شهر 8 إن شاء الله عندي معرض اسمه رمضان أرت بازار. والمعرض هذا تقريبا فيه 20 فنان. وما شاء الله يعني يوم الافتتاح يونا السفراء، يونا شيوخ، يونا ناس مهمين، يعني طبقة معينة من المجتمع عندنا في الإمارات. أوكي. فطبعا هالإيفنتس هذه لازم الوحدة تظهر بشكل لائق للإيفنت، ولأن أنا راعية الحفل نفسه فلازم يكون في شيء معين ألبسه اللي بطلع فيها يعني نظرة مختلفة عن الناس الباقيين، يعني أمشي الناس يشوفون يقولون شو هاي اللي لابستنا ولا من وين. فطبعا اول شيء لازم يكون يونيك، شيك، كلاسي، فيري فيري اليجنت، شيء راقي، يعني ما في وايد شغل، ما في وايد كريستالات بزياده. اهم شيء القصه، الوان هاديه، اذا حبيتوا تحطون الازرق البرتقالي لا مشكله، بس تكون على تغششينهم على درجات هاديه. و أنا شخصياً أحب الأشياء الفكتورية الفينتج، إذا تقدرون تحطون فيها التتشات بعد بتسوون فينا خير يعني. أوكي، راح أبتدي مع توقعين أنه راح يكون سهل ولا صعب هذا التحدي؟ هو يعني سهل وصعب، بالنسبة إلي أنا كل شيء صعب مبسوطة فيه، فكل ما صعب زيادة كل ما زاد التحدي، كل ما زادت المتعة عندي. أوكي، زميلتك؟ الفكرة كتير حلوة، لأنه رح نجمع بين تصميم الأزياء والآرت بنفس الوقت، ف يعني نوع من التحدي الحلو. بالعكس يعني أنا مبسوطة فيه، في أفكار كتيرة بتخيل رح تكون حلو. شكرا. هو طبعا بيكون في تحدي كبير، وإن شاء الله منكم متنافسين كنا ونظهر بصورة حلوة حقها. نعم. موزة، بدي أسألك بخصوص أن أنت من الإمارات العربية المتحدة، هل تتوقعين أن المهمة رح تكون لك أسهل أنتوا المتسابقة الأخرى اللي من السعودية، بخصوص أن أنتوا خليجيات، ولا أصعب؟ يمكن تكون سهلة، بس هو أكثر شيء اعتمادنا على التصميم والإبداع، وأن نظهر بلاين معين أن نتميز عن غيرنا. نعم. الأخت المتسابقة الأخيرة.
أكيد الموضوع فيه تحدي، بس إن شاء الله نكون عند حسن ظن الأستاذة ونقدم شيء يعجبها إن شاء الله. شكرا لك. هذا أعطيكم هنت بس بسيط جدا، ادخلوا على جوجل اكتبوا سمية السويدي، تشوفوا الأشياء اللي أنا ألبسها خاصة في المعارض. هناك على الأقل بتاخذون فكرة وبتعرفون من وين تبتدون. أوكي، أنت حين طرحتي التساؤل عندي تقريبا دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة بشكل عام، انطباعك عن المهمة اللي طرحتها أمل وأيضا سيدة ميربل. أوكي، بالنسبة اللي طلبته تحدي حلو حقهم، أن كيف أنا أدخل الفينتج الفيكتوريان إنسبريشن في العباية الخليجية. حلو، فحابين نشوف البنات كيف يقدرون يسوون هالشيء. وبالنسبة نفس الشيء السيرش، هاي كانت من المهمات اللي خبرتهم عنها من قبل. حلو، أن أساس أن إحنا نكون قادرين نفهم شخصية الجست ونقدر نعطي أو نتصور اللي هو يبغي، مهم إن إحنا نسويها هالسيرش. يعني في كلمات بسيطة سيدة ميرفت، انطباعك عن هاي المهمة؟ بظن هو تناقض وتحدي بنفس الوقت، بس المهم ما سهلة أبدا. أوكي، بنشوف صعوبات إن شاء الله، يعني إحنا راح نكون مستمرين في هذه المسابقة. كل الشكر لكم أمل وميرفت، إذا سمحتوا لنا ناديكم بدون ألقاب عشان نكون عائلة واحدة. وسمية، شكرا جزيلا لكم على تواجدكم، كل التوفيق للمتسابقات.